دكتور هاني البنا، وعلى قول الدكتور هاني البنا رجل غني عن التعريف، وافتخر واعتز بوجوده معنا، واشكره انه لدى الدعوه وحضر لدعمنا في بناء قدرات المجتمع المدني العراقي بصفه عامه بتنوعه اكراد عرب شيعه سنه. فارحب في هذا الاجتماع او هذا السيشن التدريبي الخاص ببناء مجتمعات قدرات المجتمع المدني. طبعا قبل ما ادي الكلمه للدكتور هاني البنا نبدا يعني مختصره عن خلفيه الاغاثه الاسلاميه عبر العالم، وهي مؤسسه اسست من 1984 تغطي العديد من الدول تقريبا في الوضع الحالي، نغطي 42 دوله اغلبها في دول الجنوب جلوبال ساوث كما بنسميها الدول الناميه، وبعضها في الدول الغربية، وتعتبر من أحسن نماذج الشراكة المبنية على الدعم والمساواة. الدول التي متمكنة مادياً واقتصادياً تدعم الدول في الجنوب، ولو أن بعض الناس عندهم تحفظ عن استعمال كلمة الدول النامية فنسميها Global South بصفة عامة، بنشوف ما يكون أي يعني نعت مرتبط بكلمة الدول النامية، فكلنا في طريق النمو من الشمال للجنوب. بصفة عامة الإغاثة الإسلامية من أنجح النماذج التي حسب ما شفتها في يعني تاريخي المهني يعني المودست البسيط، لأنها في الشرق الأوسط أقرب لقلب الإنسان الشرقي وأكثر تقرب لثقافة المنطقة، مبنية على الشراكة، المساواة، العدل، الإحسان إلى آخره، وأظن الأخ الدكتور هاني البنا سيتعمق ذلك في ذلك أكثر مني. فالإغاثة الإسلامية بالعراق من المؤسسات التي ابتدت في العمل الإنساني من 2003، يعني من أول المؤسسات اللي ابتدت في برامج الإغاثة بعد سقوط النظام السابق. وكانت عملها ليس يختصر على توزيع المواد الغذائيه، اشتغلت في الصحه، في التعليم، في اعاده الاعمار، وتطورت مع تطور التحديات التي يعاني منها المجتمع العراقي الحالي، وهذه التحديات راح نحاول نتطرق لها بطريقه تدريجيه، ونركز اكثر على اهميه يعني المجتمع المدني ودوره في التفاعل مع هذه التحديات. لأن الكثير نرى حول الكثير من المؤسسات الدولية المتواجدة يبقى السؤال مطروح، مدى نجاحنا؟ ولماذا حصل ما حصل؟ ولماذا التحديات في تزايد وليس في تراجع؟ هل هناك إخفاق أم هل هناك يعني حاجة لمهنية أكثر لكي نعالج هذه التحديات؟ ومن الإيجابيات اللي أنا شفتها شخصياً في الإغاثة الإسلامية بالعراق أنها تقريباً 99% مكونة من كوادر محلية، نستثمر أغلب وأكثر برامجنا في بناء القدرات المحلية لأن نؤمن أن الكوادر المحلية ستنجح في يعني إصلاح الوضع الحالي وتحدي التحديات اللي يعاني منها المجتمع العراقي. وعلى فكرة الإغاثة الإسلامية بالعراق كوادرها موجودين معنا يمثلون التنوع الذي يشكله العراق، معنا أخوة شيعة، سنة، مسيحيين، أكراد، عرب، تركمان، وهم موجودين معنا في القاعة وأرحب بهم. هذه خلاصة الكلام. في الوضع الحالي الإغاثة الإسلامية بالعراق عندنا تقريباً 92 موظف، مكاتب الدهوك، كركوك، بغداد، والمكتب الرئيسي بأربيل. التنوع طبعاً على الخلفية الدينية العرقية، وطبعاً نساء ورجال، والقياديات النسائية موجودين معنا، وأهلا وسهلا بالست سناء الراوي من القياديات العراقية أيضا نفتخر بها. المواضيع اللي بنشتغل عليها ونركز عليها من الشلتر، المناجئ، المواد الغذائية، الصحة، التعليم، ونتمنى أن نتوسع لنطاق أكثر ومواضيع أخرى. فلن أطول عليكم وأدي الكلمة لضيف الشرف إلنا الدكتور هاني البنا. قبل الدكتور هاني البنا صباح الله بالخير. دكتور أمل استعرضت الإغاثة، لكن أنا كنت نفسي أقول إحنا ليه عملنا البرنامج ده؟ إن لا
لو كان في سنة 84 كان مجموعة من الطلاب المسلمين موجودين في بريطانيا وكان في ديزاستر وكوارث كتير في دول العالم، زادت الكارثة في السودان فتأسست إسلاميك ريليف وكانت مثال كويس واشتغلت على مدى 30 سنة. لكن وصلنا ان اتعملت عدد كبير من المؤسسات زي الهيومن ابيل والإغاثة الإنسانية وعدد من الناس، فبقيت المجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي محتاج مستوى أعلى من مجرد إغاثة مؤسسة إغاثة، وإنما عايز مستوى كيف تؤسس المؤسسات. فتأسس المنتدى الإنساني، المنتدى الإنساني اللي بينسق من كافة المؤسسات الإغاثية وخصوصا الغربية والشرقية. اللقاء ده في الحقيقة لقاء يمكن 20 ولا 23. الشهر اللي فات كنا في سوريا في أنطاكيا، قبل كده كنا في غازي عنتاب، كنا قبل كده لسه في الصومال، بعدكم رايحين اليمن. الفكرة كلها وقبلها كان القمة الإنسانية اللي موجودة في اسطنبول، إن إزاي يحدث نوع من تبادل الخبرات، إزاي مؤسسة زي الإسلاميك ريليف بعد عمرها 30 سنة هلقى في مؤسسة اسمها ريادة عمرها سنة ونص، إزاي المؤسسة من سنة ونص تبص قدام على 30 سنة ايه المستويات الجروث او النمو اللي محتاجه تسمعها المنظمه. امبارح كنت بتكلم مع اختي الدكتوره امل وبنقول ان في ديسكريبنسز او في تباين شديد بين مؤسسه دوليه زي سيفن شيلدرن ولا بول انترناشونال ولا المؤسسات دي، بالحقيقه لما تخشها بتجد هناك يا استاذه فرق بينها وبين المؤسسه رياده ولا اخوات رياده الصغيره. تلقى المؤسسه دي غالبا انا اللي انا بشوفه وانا اشتغلت في دول ممكن نقول بنسميها احنا مور بروفيشنال، مرتبه احسن، امورها الماليه مضبوطه، امورها الاداريه مضبوطه، تلقى الموظفين نوع من الساتسفاكشن، جوب ساتسفاكشن احسن، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، في ثقه فيها من المؤتمر المجتمع الدولي، الحكومات بتثق فيها، عارفين هم رايحين فين، بيقدروا ينفذوا مشروعات. بينما المؤسسات الصغيره اللي لسه وليده يمكن اكثر قربا للناس واكثر احتكاكا بالناس ومرتبات الناس اقل وحماسهم للعمل اكثر، لكن يمكن المهنيه يمكن لسه فيها كلام. ازاي ننتقل بمؤسساتنا من مؤسسه كلها عواطف ومشاعر واحاسيس وحرص على العمل بحيث نلقي هذا وتستمر معنا مساله البروفيشناليتي دي؟ جت مساله المنتقله ان يحدث نوع من تبادل الخبرات من مؤسسه عندها 30 سنه او 35 سنه ثم تطورت الى المنتدى الانساني اللي اصبح ينسق بين المؤسسات الدوليه والمؤسسات الاسلاميه وبين المؤسسات الصغيره. على مدى اليومين هنستعرض كذا حاجة، وزعنا على حضراتكم البرنامج، والبرنامج في الحقيقة ببساطة هيبدأوا الأستاذ الدكتور هاني البنا السيشن الأولاني، وهيبدأ السيشن الثاني، ثم الثالث والرابع والخامس والسادس اللي هما الاثنين النهاردة بعد الغداء، والاثنين اللي بكرة قبل الغداء، هنستعرض فيهم أشياء مختلفة، لكن هيجي الدكتور هاني يختم في السيشن اللي قبل الأخير والأخير. السيشن الأولاني الدكتور هاني البنا هيستعرض في ببساطه جدا ازاي احنا نبني مؤسساتنا. انا كان نفسي فعلا اتعرف على ناس كنت حاولت، لكن الناس بدأوا مؤسساتنا عامله ازاي ومستواها ايه، ازاي نرتقي بمؤسساتنا بحيث تكون A1، بحيث مؤسساتنا لو جه اي اوديتنج في العالم يعمل اوديتنج علينا مش هيبقى عندنا اي مشكله، لان احنا احيانا بنعمل حاجات كويسه لكن يمكن الدوكيومنتيشن بيبقى مش كويس، الجفرنرز بتاع المؤسسه، ازاي نبني مؤسساتنا في الحقيقه ودور المنظمات المجتمع المدني بعد تحلل عدد كبير من الدول، ازاي يكون دورنا في اعاده بناء دولتنا بشكل كبير. ده السيشن الاول. السيشن الثاني هيستعرض الدكتور هاني البنا بطريقه مبدعه التفكير الاستراتيجي واحنا شغالين في المؤسسات بتاعتنا في الاغاثه الانسانيه ولا غيرها في المؤسسات المختلفه، ازاي الفكر الاستراتيجي مش بس التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي ممكن يكون حد، لكن كأني المحور بتاع السيشن ده ان كل واحد فينا بيقدر يفكر استراتيجيا، ازاي واحنا بنقدم اغاثه للناس وبنساعد الشعب السوري وبنساعد مشكله المنظر يبقى واخد بالي ان بعد 3-4 سنين بنعمل ازاي؟ ازاي اعمل الاثنين دول وانتقل من مجرد تخطيط تشغيلي الى تخطيط استراتيجي بشكل كبير؟ دول التو سيشنز اللي هيكونوا مدخل وهيبقى انتر اكتف بشكل كبير. لكن نفسي نتعرف لكن مع الدكتور هاني. يخلص الدكتور هاني هيكون الغدا، بعد الغدا هنبدا معانا اخونا الاستاذ حمزه عبد ربه، وده راجل الماني مصري ما اعرفش استرالي، كان اصلا عراقي، في حدوته كبيره كده، مسؤول حسابات في اسلاميك ريف المانيا، وهو بعقليه الناس اللي بيدوا فلوس لاسلاميك ريف العراق بيقول هم بيصرفوا الفلوس ازاي وبيعملوا ازاي، فهيقول ازاي المحاسبه تساعدنا على جمع اموال اكتر،
ازاي ضبط الامور المحاسبيه للبروجكت مانجر ورئيس مجلس الاداره يساعد يأفويت اي حاجه في حكايه غسيل الاموال او الارهاب او الحاجات اللي احنا ممكن نعملها غلط ومش قصدنها لكن نتهم فيها بشكل. هيشوف امور المحاسبه لكن ليست للمحاسبين وانما للمدراء، مدراء المشروعات والبروجرام مانجر والهيد اوف ميشن، ليس امور تقنيه وانما تطبيقيه بشكل كبير. بعد التو سيشنز بتاعه استاذنا الدكتور امل هيتكلم على القانون الدولي الانساني والحاله السوريه وكيفيه ان المؤسسه يكون لها دور بشكل اكثر. انا يمكن يكون لي سيشن او اكثر في مساله كيفيه ان احنا نبني برامج تدريبيه ستيب باي ستيب وما هو سلم التطور المحدد في 5 مستويات اللي ممكن تاخده المنظمه بحيث تنضج من A B C لحد ما توصل من خلال أكاديمية الإغاثة الإسلامية. ثم يأتي الدكتور هادي البنا في السيشن قبل الأخير عشان يتكلم على التحديات التي تواجه المجتمع حاليا بعد المتغيرات العالمية والتغيرات الإقليمية وما حدث وإزاي إحنا نتفاعل معها، ودي هيبقى open discussion مع الناس. ثم السيشن الأخير هيكون what next، يعني ماذا نفعل بناء على ذلك. هنستعرضها بشكل لكن معظمها هيكون انتراكتف. احنا كنا مخططين نخلي 2 سيشنز، مجموعه هنا ومجموعه هنا، لكن لسه بنفكر للعدد الى حد ما ممكن يمانج جزء الوان سيشن. اتفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحاول نعمل مؤتمر تنسيقي مع منظمة التعاون الإسلامي وجمعيات دولية ومحلية. Trying to make this coordination meeting for a material response to Mogadishu because they are facing famine with the Organization of Islamic Cooperation and the local and the international agencies. A lot of people didn't want to come for safety reasons. كثير من الناس رفض انهم يذهبوا من مقديشيو علشان انه واحد عندنا احنا رحنا وجينا صح؟ We went and we came back. Can you see me now؟ انا ميت دلوقتي ولا صاحي؟ الدراع الموجود وعندي دراع يمين ودراع شمال ورجل وعينيا زي ما هي. I'm as intact as I went there. Did not lose my life, my legs. Arms, anybody, anything in my room. Taking risk for the people who are at risk is a principle. أخذ المخاطرة لمن يواجهون الخطر قاعدة أساسية في العمل الإنسان. Clear? Yes. واضح؟ نبدأ. يعني لين نقصد كم ساعة؟ كسر كم دقيقة على السيشن أو النهاية؟ What time is now? To adjust my time. 24. 9 ونص. طيب. المجتمع المدني 75 is an individual responsibility. مسؤولية فردية. لا تبنى دولة no state will be built without engagement with the civil society organization. مفيش دولة هتبنى بدون مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني. دي قاعدة. من يراد أن يطبقها this is another principle or basic knowledge. Those who want to apply it can do, those who don't, it's up to them.
my own belief, it is a principle. يعني في إيمان الشخص أنا قاعدة أساسية لا تتجزأ في بناء المجتمع، بناء الوطن، في بناء الدولة. محاور الدولة أربعة. The pillars of any state are four. The government, private sector, civil society, and in our area, because it was very backward, academia and research. حاول بناء الدولة أربعة، المجتمع المدني، الحكومة، القطاع الخاص، والريسيرش، واللي هو الأكاديميين، لأن احنا متخلفين في بلادنا في الريسيرش، واللي هو العمل البحثي والأكاديمي. الغرب عملها ثلاثة. In the West they are three. Private sector, civil society, and government. Here, because we ignore research, because we don't believe in research, I have to, for my own belief, to put research. To build any society, let's talk, we have to have a clear idea. عشان نبني أي جمعية لابد تكون فكرتنا واضحة 100%. 100%. Very simple, بسيطة. دي أول قاعدة من قواعد بناء أي جمعية مؤسسة المجتمع المدني. You have to have a very clear idea, simple for everybody in the site to understand. This is number one. Number two, we have to believe in what we are trying to do. لابد يكون عندنا إيمان بالفكرة بتاعتنا، بالمجتمع بتاعنا، بالانتماء لوطننا. You have to believe and have loyalty, our idea, our society, our country. حاجات بسيطة جدا. It's very simple. If we don't do it, we fail. But you have to be reminded to do it. Why do you go to Chechnya? لماذا نذهب للشيشان؟ وهم في أثناء الحرب، أو في البوسنة في أثناء الحرب، أو في بغداد. طبعا الغزة الإسلامية معزرة سوري سيستر أمل. الغزة الإسلامية إسلامك ليف started in Iraq 1996. أنا كانت أول زيارة لي لبغداد 1996، وكانت ثاني زيارة لي لبغداد 1997، وثالث زيارة لي لبغداد في مكتب 2002، وبعدين ثالثة ولا خمسة ولا مش عارف كم بعد دلوقتي 2003. We started, Sister Dr. Amal, my first visit to Iraq. I'm just chasing you. Okay. Was 1996, then 1997, then 2002, then 2003. So there's the history for 7 years before the 2003 new government came in Iraq. ليه احنا جينا بغداد والعراق أثناء الحصار؟ عشان مؤمنين بفكرتنا لبناء مجتمع في العراق. Because we believe in our idea. So the first is a clear, simple idea. The second, you believe in it. Your dedication, اللي هو إيمانك والتزامك والدديكيشن، يعني اللي هو حرصك على إنجاح هذه الفكرة اللي من أجل بناء الوطن. To build our country. Collectively. دي ثاني نقطة من نقط بناء مؤسستنا. الأمر الثالث إن احنا نكون inclusive، يعني نستطيع أن نجمع حولنا أبناء الشعب، زي ما كان بتتكلم الدكتورة على التنوع اللي موجود في العالم. جميل التنوع ده. Have to be inclusive to attract and bring and include different sectors and different components of our society. Inclusivity. Idea, belief, education, and inclusivity. Okay. Do not leave anybody out. النقطة الرابعة اللي هي الاستقلالية. كنا احنا بنتكلم هنا عن بعض معايير اللي هو الهيوماتيريال برنسبلز، اللي هي المعايير الدولية، اللي هو الهيوماتيريال برنسبلز يعني بالعربي.
المبادئ الإنسانية مش كده؟ المبادئ الإنسانية الشفافية الترانسبارنسي الإقلالية الحيادية عدم الحياد التطوع العالمية في واحدة سبعة دائما منسى The seven principles of the humanitarian principles are transparency, independence, neutrality, impartiality, volunteerism, unity, واحد العالمية universality and unity. إحنا في العراق وأنا أقول لك أنا بتكلم دلوقتي وأنا عراق we are in Iraq we have to be very careful with these two transparency and the independence whatever will never build an organization transparency الاستقلالية والشفافية the board of trustees must be independent decision is made inside the board only يعني مجلس الإدارة لابد أن يكون مستقل باستقلال تام عن أي تشكيل سياسي أو أي تشكيل ديني أو أي تشكيل آخر the board should be independent totally from any link with any political party or any religious grouping because it's inclusivity as I said and diversity transparency why transparency لماذا الشفافية because we deal with the public money we deal with public money and this is what Hamza will talk about it today and tomorrow about counter extremism counter terrorism and how to be transparent حيادية impartiality neutrality يعني أثناء الحرب in this impartiality neutrality you don't sideline with those people or with those people you're in conflict العواطف emotion is good but do not be led by emotion العواطف جيدة بس لا تستسوخ في العواطف نتكلم عن الحاجات دي نحن نتكلم عليها في بناء المؤسسات الأمر واضح is it clear in Arabic and English yes any objection stop me I'm very clear أنا واضح جدا في الديول التي تدير المؤسسات من أبواب الخلفية شايف أنا ماشي الدير إزاي شايف الدير أنا هقطع I'm very clear with the backward link between me and any other group. If I'm humanitarian, I'm humanitarian. If I'm economical, I'm economical. If I'm religious, I'm religious organization. If I am agriculture, teach, whatever it is, I have to be transparent and clear. الإدارة المؤسسات من الأبواب الخلفية أول مدخل مدخل إيه؟ بتصنيفنا او وصمنا بالارهاب شئنا ام ابينا لا حد يعجبه كلامي يعجبه اللي ما يعجبكش كلامي انا كلامي مش قران بس انا مؤمن بيه whether we like it or not I'm not saying قران but this is what I believe in it لابد ان يكون في استقلاليه وشفافيه للمؤسسات الدعم خاصه في مناطق الصراع especially in conflict zones واضح يا جماعة؟ واضح؟ ما بهزرش دي وبشتم أول مرة جيت العراق first time to come to Iraq 1996 I tell you what happened because I love you what I love you مش عايزين تحبوني؟ طب أنا بحبكم غصب عنك I love you against your will ها إيه رأيك بحترمني؟ إيه رأيك أنت بتاع الإنجليزي؟ كان العراق بتجيله مساعدات غير معلن عنها 1996 most because of the regime at that time because most of the donation coming was not actually reported
And we were the first to break this taboo. ونحن أول مؤسسة كسرت هذا الحاجز وأخذنا التأشيرة وقلنا هنخش من بغداد نشتغل في العالم. ناس كلموا كلام كتير كذا وكذا 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 بالذم يعني. دخلنا خدنا التصريح مشينا من السيطرات من بغداد للجنوب لغاية اللي هو لغاية البصرة بقى كل وبعدين من بغداد لغاية ما وصلنا الموصل وكركوك وسمراء وبعدين من بغداد لهيت وراوة وعنا وحديثة وبعدين من بغداد للأنبار والرمادي وكان في الشيخ الألوسي هناك ما عرفش لسه عايش ولا مش عايش ربنا يديله الصحة ها وهو يعني ما عرفش اسمه الأولاني بس كان عنده سمك قد كده وسمك we went to distribute all this with the permission from the government was the first time to break the taboo of lack of transparency and the rest of the organization followed us. بدأ من أول 96 بعد المؤسسات تبدأ تعلن عن اللي هم بيعملوه إيه. فطبعاً ده مهم جداً في العصر اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. At that time of Islamophobia, counter-extremism, counter-terrorism, counter-radicalism, we cannot afford to lose our independence and lack of transparency. في العصر الإسلاموفوبيا والحرب على الإرهاب اللي إحنا مش عارفين التعريف الحرب على التطرف وعلى 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 لا نستطيع أن نتخلى عن الشفافية والاستقلالية. At all, especially in conflicts, خاصة في مناطق الصراعات اللي كل من العاملين في هذه المناطق متهم أنها يثبت العكس. Especially in the conflict zones, particularly most of the people in these conflict zones are being accused. كنا في مؤتمر في الدوحة من الشهر اللي فات كان في سيشن عن اللي هو تأثير قوانين محاربة الإرهاب على عمل الخير. There was the conference and in Doha and there was a session about impact of counter extremism terrorism on humanitarian effectiveness. And the lady from Holland said, السيدة اللي جت من هولندا, there's somebody from Holland here. You are. Said, you know what she said? لأنكم تعملون في مناطق الصراعات الخطرة المسلحة فالناس تشك فيكم. أنا انفا يعني ايه بوم بوم يعني ايه يعني ايه انفعلت لا انفجرت ما استعملهاش احنا انسانيين احنا بنهزر ولا ايه ما تصبعوش كلتوا باشا على الصبح ولا ما كلتوش باشا مش عارف باشا بضحكة لما قلت باشا ها قلت لها فقلت لها I was just nearly exploding. That because we work in such an area, you should respect us, you should support us, you should develop us, you should protect us, you should work with us. لأننا نعمل في هذه المناطق الخطرة التي ممكن أن نفقد فيها أرواحنا أو جزء من أجسامنا ونضحي بحياتنا لابد تساعدونا تدعمونا وترحبوا بينا مش تصنفونا. ولن نتخلى and we'll never let those people die while we are sitting at home doing nothing. نتخلى عن الفقير وعن المحتاج في وقت الحاجة. Never ever. Otherwise don't ever call ourselves humanitarian workers. نتخلينا في وقت الشدة فلا نستطيع أن ندعي أننا عمال إنسانيين. كانت كلامي. اوكي لماذا؟ لان صاحب المال هو هذا الفقير السودي ولا العراقي ولا الصومالي ولا الفلسطيني ولا الميناري ولا اللي في جنوب افريقيا ولا في اي حته في العالم فهذا هو من يدفع لنا المرتبات. This is the landlord of the organization, the poor man, the poor woman, the poor child, the orphan, the widows, they pay our salaries.
from the donation they receive. لا تتخلوا عن من يدخلكم الخالق الجنة برحمته من أجلهم. Never let down those people that Allah will let you enter heaven because they pray for you. The poor people. وهذا ما جعله أو ما فعله كل الأنبياء والرسل أن عاشوا مع الفقراء من عيسى عليه السلام، إبراهيم، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم، ولما حشرنا مع المساكين. Allah put us among the miskin. This is the principles here. واضحة كده؟ أنا لسه ما اتكلمش عن دور المجتمع المدني. يبقى الرؤية تكون واضحة. عندنا رؤية، لابد يكون عندنا رؤية. We should have a vision for our organization. Should put a structure for the organization. We should move slowly and building the organization step by step. لابد أن نبنيها من الداخل كما نبنيها من الخارج. الجمعية يا شباب مش مال فقط. احنا بنجري ورا المال. Organization is not only fundraising. Only. أبدا. أبدا. Never. Ever was a fundraising. لم تكن ولن تكن الجمعية تقام على المال فقط. دي قاعدة احنا بنطبقها وعايشينها. منتدى الإنساني اللي اتكلم عنه الدكتور سيد الزناري في 3 موظفين فقط. I've got 3 المنتدى يقول I've got only 3 workers and myself. لكن بقدرتنا على العطاء ووضع الأفكار واتصالاتنا بالعالم الخارجي نستطيع أن نترجم هذا إلى عمل تشترك فيه كثير. الفكر شيء، الإيمان شيء، العطاء شيء، القدرة شيء، والمال شيء. Your ideas is very important for the growth of the organization. Your commitment, okay, your contribution, okay, your connectivity. And building partnership with others can build the organization. It's not only money. الأمر المهم جدا في الفلوس. Don't ever depend on foreign money alone. لا تعتمد فقط على التمويل الخارجي فقط. لابد يكون عندك مشاريع تستطيع أن تكون مشاريع مستدامة. You have to build this sustainable projects. في بعض المناطق هتقفل، انتوا عارفين انا بتكلم عن مين دول 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 ذكر اسماء بلاد او دول. فلابد يكون لكم تنوع في جمع المال من اماكن مختلفه. بناء القدرات، توريث الشباب في المؤسسات، ابراز دور المراه والشباب في المؤسسات، كل دي بتبني المؤسسات. بتكلم على حاجات تعتبر هي شيء اساسي جدا. The role of women, the role of youth in building the organization. What do you mean by partnership? ماذا نعني بالشراكة؟ أنا هقلع بقى عشان سخنت، ها؟ اسمحوا لي كده. مش كده مسخة أنا أقلع. يعني إيه شراكة؟ حد ممكن يقول لي كده يعني إيه شراكة؟ يلا. حد من الشباب كده الحلوين والشابات الحلوات يقول لي ايه الشراكه؟ يعني ايه شراكه؟ What do you mean by partnership؟ تعالى هنا. يا الله، I love you. I love you too. Thank you very much. What do you mean by partnership؟ It means that you are working with someone that teamwork. Yeah. Ready. Yeah. Ready with the answer. Thank you. Thank you. Thanks. لا خلاص خليه يقعد عشان وجوه. يلا ماذا نعني بالشراكة؟ التعاون والتنسيق بين مجموعة من الأشخاص للوصول إلى هدف. كويس. التعاون والتنسيق partnership is means coordination and communication between a group of people. Yes. هنا anybody else? Yes. ربما الشراكة لها هدف معين. إنه قسمين أو طرفين، طرف عنده بروفيشنال والطرف يحتاج للتقدم،
الطرف الاول يساعد الطرف الثاني عشان يوصل لمستوى نسميه capacity building. يعني الشراكه could be يعني between the developed and developing organization to build the capacity of the developing organization. Yes, تفضل. ها تفضل. بديها الميكروفون عشان التلفزيون. مفيش تلفزيون يا طارق. يعني ايه دعم بعضنا البعض. في حد ثاني يا شباب؟ تفضل يا دكتور. تعاون بين عدة أشخاص لتحقيق هدف. كل شخص يملك قدرة وهاي القدرات تتجمع لتحقيق الهدف. طيب يعني cooperation between group people for an aim which is very very precise. An aim. الشيء الوحيد اللي فيه شراكة مطلقة هو الزواج. The only thing which have got absolute partnership is marriage. But between organizations, بين مؤسسات لتحقيق هدف. بمعنى ايه؟ أن لن أستطيع أن أنا أعمل معك شراكة في كل شيء. I cannot build partnership with you in every aspect of your work. Let us start with a very simple project or aim. شراكة إن أنت تتفق على شيء بسيط نبنيه. أنا ليه بتكلم على الشراكة في بناء المؤسسات؟ لأن دلوقتي because now there's lack of resources whether it's human resources or financial resources. يعني في ضعف كثير جدا في القدرات البشرية والمادية. نمبر 1. نمبر 2 حجم المشاكل وتنوعها وتعقيدها وتركيبها وارتباطها بالعالم الخارجي عن العراق كبير جدا ومعقد. The complexity and the difficulty and the enormity of the problems and its attachment to the outside world is huge. I cannot do it alone. ما اقدرش اعملها لوحدي. نمرة 2. نمرة 3 اللي هو قوانين محاربة الإرهاب. يعني اللي هو تأثير اللي هو the impact of humanitarian of counter-terrorism on humanitarian activities. يعني تعرف حاجة. فإذا بقى بعمل الشراكة مع المسلم وغير المسلم. مع السني ومع الشيعي. مع أي طائفة من الطوائف اللي موجودة في العالم. عشان نخرج احنا كمجتمع نواجه الخطر الذي يواجه دولتنا او وطننا الى اخره. فده اللي هو الايه؟ احد اسباب بناء الشراكات دي بيننا وبين بعض. انا بس مش عايز اكمل كتير جدا في الكلام ده اللي هو على بناء المؤسسه. لو حد فيكم عنده سؤال قبل ما انتقل للنقطه الثانيه ازاي المؤسسات بتاعت المدني بتبني الوطن. حد عايز نقطه في بناء الجمعيات؟ انا كنت ركزت كتير جدا فيها. I focused a lot on independency, transparency, and now building partnership. And being in neutral and impartial. صعبة, difficult, but we have to do it. لو حد عنده سؤال في الحتة دي قبل ما ننتقل للنقطة الثانية. تفضل. عندك كتب أو أفلام حضارات على اليوتيوب؟ عندي حضارات على اليوتيوب بس أنا مش بعمل عن نفسي دلوقتي. Actually, at the beginning, I thought you were saying that religion is a principle. Religion? Yeah, yes. As any humanitarian organization. So I don't think it's the reality. Religion is part of the principle of any humanitarian. Can you say what I said, please? Actually, because you were translating some of your. I don't know when you entered to Iraq with a Holland woman. A woman from Holland? No. I mean, and initially you said something like that, that I, if I didn't misunderstand, I'm just like, a religion is not the principle of any humanitarian organization. I didn't say this that. This is my
my view of, but you said religion or like, it will be like a principle of any humanitarian organization that is not correct. Okay. So I did not say that religion is not a principle? It should not be a principle. No, I didn't say that. Okay, what I said you have to be independent from any political group or religious group. The decision making of the board of trustees must be independent. That's true. Okay, this is what I said. Okay. So if you have an organization, عندكم عندكم مؤسسة تكون مستقلة عن حزب سواء حزب سياسي أو حزب ديني أو حتى شخصيات مؤثرة. And even some individual who could be very heavyweight. Because you have to have a very independent decision making inside the organization. This is what I said. خلاص دي واضحة بالنسبة لنا يا شباب عشان بس إيه ده ما كانش واضح. عندي في عندك سؤال تاني؟ Another one what was about like you if you remember that you said about like a woman from Holland came to Iraq and she wanted to participate in a like conflict region or something like that that you said I was exploding for her answer because she wasn't able to work with you. So it's not a humanitarian principle if you force somebody to work with you even in humanitarian area. المرأة الهولندية اللي كانت في الاجتماع تعرضت عليها. لا it was a conference. No, it's nothing to do with Iraq. This was another idea. That's why you translated like. No. It wasn't like that. I was in a conference and the mention was it's because you work in a conflict zone, people suspect you. Exactly. Okay. Well, this is wrong. I told them because we work there, you have to support us because we are risking our life. And you cannot leave those people alone. So this is a good point, but you even for anybody when I'm not like I escaped to work in a conflict zone, so you're not allowed to force me to work. No. That is my point. No. Nobody will force you to go to a conference. Even working in a humanitarian organization. No problem. I agree with this. But actually, I'm talking about the people who are working in these conflict zones. If they would like to risk their life, you have to support them. Exactly. To stop them. That's what I said. جزاك الله خير. يعني وضح الموضوع ان انا ايه لا اجبر احد على ان يشتغل في مناطق الصراعات المسلحه ولكن من اراد لابد ان نعاونهم وانهم كيف يعملوا في هذه المناطق. That's what I said. جزاك الله خير. ها ده بالنسبة للمؤسسات وبناء المؤسسات. في أي سؤال عن النقطة دي؟ طيب نخش على النقطة التالية اللي هنتكلم عنها اللي هو دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الوطن وبناء الدولة. يعني إيه مؤسسة المجتمع المدني؟ What do you mean by civil society organization? Anybody know? Yes. منظمة غير ربحية. Non profit organization. تعمل من أجل أكو مشكلة تعمل من أجل إنقاذ مجتمع أو مساعدة الدولة في بناء المجتمع. طيب يعني it is a non profit organization working independently to help the state in facing one of the problems inside the country. Okay, that's one definition. مؤسسة مجتمع مدني. وفي كله على التغير ده في فين الميكروفون اللي كان مع احد الشباب عشان بس احنا المجتمع المدني احنا ايه طول عمر العرب عندهم مجتمع مدني من مئات الى الاف السنين والوقف كان ركيزه اساسيه في بناء الدوله وتثبيت الدوله ومعاونه الدوله والحكومه في حل مشاكل الشعب. And the endowment or the trust was the basic principle of helping the state of sorting the small problems for the people in this long time ago. During Islam and before Islam. Even with the Christian brothers and sisters, you can see Al-Qaf in Alf Sana, more than 1,000, 1,500 in London, America, but America was also 1,000 years ago. كنائس قديمة موجودة إلى آخره معابد
كل هذه الاشياء. فوقفه كان جزء مهم جدا في تاسيس المجتمع المدني في المنطقه العربيه اللي احنا عايشين فيها. One of the most important institution of building the civil society is the trust or foundation, which we have experienced it long time ago. Most of them were in there. منظمة المجتمع المدني أو المنظمات يجب أن تكون غير ربحية مستقلة تعمل على سد ثغرات موجودة في المجتمع إذا كان فيها مشكلات أو كوارث أو ما شابه وتطوير وبناء المجتمع حتى إذا ما كان عندنا كوارث أو حالات خاصة يجب أن نعمل على بناء وتطوير المجتمع. يبقى إضافة لعادة to what our sister mentioned earlier on is actually to develop our society, even if there is no conflict. It's not only created for conflict. Conflict and outside conflict. أنا كنت في عشاء تعشين كنت في عشاء مع بعض الناس الإنجليز كبير يعني 20 واحد بس حضروا. تعرف أنا بتكلمه في إيه في العشاء ده؟ في فلاد كان بيتكلموا عن كيف نبني قدرات الجمعيات التي دخلها في السنة أقل من 100,000 جنيه استرليني. جايبين مانحين كبار علشان يدعموا هذا القطاع لقطاع الجمعيات الصغيرة اللي هي مش قادرة تبني قدرات. In England we had this dinner to discuss one issue. How to support the small organization was income less than £100,000 and to build the capacity. If you think about it, like the community, in another organization, it has an official advertisement in the Asr under the guidance of the Emir Anne. The Lord who did the community did it because he found a beautiful tree. يخبط على الشباك فعجبه فلقى ان العصفور ده بينقلد في عمل جمعيه. انتبهتوا؟ The second one in the civil society in London or in the UK. A lord looked from the window to find a very beautiful bird coming and knocking on the glass. And he liked the bird, very beautiful. When he read about that bird, he found that actually it is its generation is dying or disappearing. So he himself decided to build an organization to protect this bird. This is a civil society organization. Means, يعني إيه مسمى المواطن المدني هو الذي يستطيع أن يبني مثل هذه المؤسسات. لأن صفة المواطن العسكري والأمني مختلفة في العمل. The people who can build such organization are those civilian or not non-military and non-security because the security and military have got different role to play. And the Gesh will amp the وظيفة لحماية المجتمع من الداخل وحماية المجتمع من الخارج. Because the army and the security have got a role to play to protect the individual in the country as well as to protect the country as a whole. That كل واحد فينا, that's why every one of us has a duty to build a civil society organization. كل واحد منا عليه واجب أن يبني مؤسسة مجتمع مدني. بغض النظر عن الدين والعرق والخلفية التاريخية. Without looking at the religious background, theological background, cultural background, or philosophic background. You have to respect everyone. Because I love لأني أحب وطني وأحب أن أبني فيه ولو حجرا واحدا. Because I love my country and I love to build even one stone of the whole building of my country. ده الفيلينج بتاع ان احنا لابد ان نبني مجتمع مدني. مجتمع مدني السيفل سايتي السيفل سيكتور
ان هو بيبدا من مبادرات الشباب. احنا لابد ان نستفيد من طاقتهم في عمل المبادرات. وستارت ان ذيس باي يعني encouraging the youth to make initiatives to consume the energy. نحن نحول طاقتهم الى عمل ايجابي في المجتمع وتطور volunteerism. ثاني نمره واحد نحول هذه المبادرات الى مشاريع على مستوى الشارع او الحاره. خطوه ثانيه لما تكبر المشروع نحوله الى جمعيه زي ما اتكلمنا عن الجمعيات بعد كده. بعد نبني من خلالها المؤسسات نبني من خلالها ايه المجتمع اللي هنتكلم عنه. لابد اول شيء في بناء الجمعيه وبناء المجتمع المدني هو مبادرات الشباب. To encourage youth to take initiatives and to encourage them to change their initiatives into projects, then small organizations, then to build the sector as a whole. In this sector, the union, the organizations, is unions, is organizations, is initiatives, there are projects, there are actually institutions, their foundation. يعني في مبادرات، في جمعيات، في مشاريع، وفي فونديشن نسميها الأوقاف اللي هي الحاجات اللي هي مؤسسات خاصة بتاعت الكبار، وفي انستتيوشن. الانستتيوشن هي المؤسسات الكبيرة very well established move from mature from organization into an institution. When your organization mature enough it can grow to the level of becoming an institution. We can discuss it later on if you want to ask this question. من مؤسسات المجتمع المدني نتكلم عنها انا ده بقى ممكن نختلف فيه بعض الناس. Some of the mention of this organization المسجد is a civil society organization. The church, the temple, the political party, the tribe, اللي هو المسجد، الكنيسة، المعبد، حتى اللي هو الحزب السياسي مؤسس المجتمع المدني، القبيلة وتركيبها جزء من المجتمع المدني، مؤسسة فرد هيكلها، العشيرة، كل الأشياء دي كلها تعتبر مؤسسات المجتمع المدني. الاتحادات، النقابات، syndicates, unions, all this kind are blocks of building the civil society sector. وظيفتنا احنا our role is to encourage people to build civil society organizations in different specialties. في كل التخصصات من العصفورة from this little bird to the small organization that you need to support. ريسيرش ووتر يعني الابحاث الميه المناخ ايه تاني يا ربي. مش كان زمان كان في اوقاف اللي تقول اول دي مش كان في اوقاف للعبيد؟ ها مين فكر الاوقاف؟ كان لما العبد يكسر او الخادم يكسر الازازه في وقف ايه يدوا له فلوس منه عشان ايه يدفع. وانا سليب بريك جلاس الصينيه او حاجه زي كده هو في قانون في وقف معمول اللي هو تراست ميد فور ذوز سليفز اور سيرفنتس تو تيك ذا ماني تو كومبنسيت فور بريكينج وات ايفر ان ذا هاوس. كنا بنعمل حاجات دي ازاي؟ ذا وقف اور فاونديشن فور ذا بيرد ذا فلاينج بيرد سو ذا فلاي عندكم مش بتعمل مكتوب مهاجر عندكم هنا؟ تركيا موجود. In front of every house there is this big not glass, big pot on the roof for the birds when they migrate from Europe to Africa or to Asia. This was actually coming from Omar ibn Abdulaziz. He was telling the Muslims to feed the birds and the animals on the mountains from the state farm. يعني الحاجات دي كان عندنا من زمان بس ما كناش بهيكلينها. عايز دلوقتي انا هيكلها. We had this practice for hundreds of years but was not structured. Now we need to structure to build a society to protect the country when they work side by side
to the governments, private sectors, and the academy. واضح حتى لك ولا الناس كانوا بيقطع الوقت؟ يعني بني هذا التايم؟ بس إضافة بس أشوف الساعة عشان ألتزم بالوقت. 5 past 10 10 و5 أنا خلص الساعة كم؟ 10:30 يا لسه بدري. تفضل. I don't want to keep talking. I want to listen from you or to you. تفضل. فقط أنا دائما أعتبر حسين وعلي زين العابدين كان من كان تحاول منظمة مشروع مجرى. مين؟ حسين وعلي زين العابدين. السلام. السلام. لما كان يجمع الأرزاق يوزعها على الفقراء المحتاجين ولا حدا يشعر فيه ولا حدا يسأل. كويس أستاذ. فكان يعتبر جمعية منظمة لحال ولا كان شخص واحد. Informal civil society organization. صح. هو بدأ كده. This is how it started. يعني الحسن ولا حسين نزل عبد اسمه. حسين معلم. حسين. اللي هو حسين نفسه ولا ولا حسين الثاني. مسؤول. من أي بيت يعني. هو that was an informal, informal, non-structured duty of what's your name? إدريس brother إدريس. وحاجة تانية كنا بنعملها الأمير فلاحين the farmers at the time of harvest they take الزكاة outside to give to the people والبزنس كل الحاجات دي كانت انفورم وكانت عفوا سابقا التكافل الاجتماعي في الإنستاج كان ده جزء من التكافل الاجتماعي كان بيقوم به أهل البيت وحتى أي الأفراد العاديين من المجتمع عليهم السلام والآن تروح إلى المؤسسات وحاليا ماذا؟ احنا وستارتد بالانفورمال مع الرسول صلى الله عليه وسلم نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث راح لمين؟ راح للسيدة خديجة وكان بعد ما القرآن نزل عليها when the Quran was revealed it was shaken because it was Jibreel and first time تعرف قالت له السيدة خديجة عليه السلام والله إن الله لن يخزيك أبدا. When the one never was Allah, Allah will never let you down. Because. يلا دي لك because بقى. عندك because؟ لما عندكش because. طيف. يلا أكتب. قول بقى أنا ترجم. أتذكر دغري طيف وتعين على رواق. وتحمل الكلب. تحمل الكلب. وتأثر الرحم الملهوف. وشفت بقى يعني الستيتمنت اللي عملته سيدة خديجة. عليه السلام. You were visiting your relatives. You helped the weak. Okay, you support the people at the time of disaster. What else? And you support those people who are in need. That كان هو تأسيس رؤية السيدة خديجة للمجتمع المدني وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. كمواطن سوشيال وركر في المجتمع. This was the principle that السيدة خديجة عليه السلام mentioned it in the character of the Prophet صلى الله عليه وسلم before he was the Prophet. احنا بنرجع زيادة التقصير يعني اتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدة السيدة خديجة و spoke about the Prophet صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة he spoke about الحسين عليه السلام as well. حسين جونيور. I have a comment here. Actually, how do you know how you're 100% sure that they did do the same thing that you are talking about. What do you mean? I mean, how are you sure, regarding respecting everybody here, I'm Muslim too, but how are you be sure that they did what you are saying right now? You mean authenticity of the hadith? Yeah. Okay, can answer it. تأثير الحديث. This is comes from like 1400 years ago, yes. So how can you be sure? Never people they change it. It's not Quran. It's just talk about okay. Talk of my me. Like maybe I'm talking like with you, and 2 days later somebody else changes it. Okay. So there is a science in the history called the science of men. علم الرجال. علم الرجال معناه it means those who talked about Hussein عليه السلام. And transfer this knowledge over 100 years, 200 years, 300 years. They know that you are honest, you are not liar, and they keep
keep this narration in a track. Okay? And this is how people were actually building this kind of scientific knowledge. Okay, by actually tracking the knowledge, okay, for 500 years or 1,000 years or 300 years or 400 years. By saying, you are the first one, Idris was saying it. Who is Idris? He's a very good man, does not lie, very honest, so and so. And somebody from them, what's your name? Sazan. After 20 years, she repeated what you said. Exactly. And so this is how they managed to transfer knowledge. Okay? الأخر بيسأل يعني كيف تأكد إن المعلومات دي صحيحة؟ كيف عندنا علم الرجال والعلم الرجال اللي بيأكل بخصائص نقل المعلومة والعلوم من جيل إلى جيل على حسب صحة وصدق الراوي نفسه. يعني هقول لك حاجة، in England we as Islamic belief honoring 10 Muslim scholars. And we bought in the medical school, يعني احنا كنا نحاول ان 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 يعني نشرف 10 من المسلمين المبدعين ان هم عملوا اشياء كثيرة. في حتى في منهم مسلم، في منهم مش مسلم. كان في ناس في العراق، انا مش فاكر، ثابت بن قره كان اصلا مش مسلم، وحتى في منهم سنة وفي منهم غير سنة، زي الروايات اللي على اسمه ايه يا ربي، الطب ابن سينا، يعني يقال انه اسماعيلي، يقال كذا. فحطينا 10 اسماء دول يعني to honor the people who contribute to science 1000 years ago 1500 200 years ago to put their history in a book. Okay. And to honor them in the medical school. حطينا الأسماء دي كلها واشترينا الكراسي دي في الكلية وحطينا التاريخ بتاعهم. And the water history. They were born in that year, died in this year, and the encyclopedia now is covering all those things. So human beings have to do what they can, but that doesn't mean they cannot do mistakes. The only nothing is about that. The perfect is what? Quran. The rest is ijtihad. Any more difficult questions? I love you because you gave me a difficult time. يلا حد ثاني الأسئلة. احنا عايزين نبني مجتمع مدني. دكتورة احنا عايزين حاجة لكم من ماسك العصاية. احنا عايزين نعمل ايه؟ خلف مدني نبني مجتمع عشان نبني وطن، عشان نحمي وطن، عشان نخلي وطننا في المقدمة. We need to build a civil society sector to build our country, to protect our country, to raise the flag of our country. So when you look at in the Olympiad, in the Olympic, or in the World Cup, see, you know when Iraq won Asia Cup, I was supporting it. I was nearly in tears. This was about 10 years ago. Remember the match, the final? خلاص بقى ما تسكت بقى. I was in tears when they won, because I thought that this is the determination of the people, and sport is a part of the civil society. يعني حتى الرياضة جزء من بناء المجتمع المدني. الشباب هيعملوا ايه؟ عايزين يخلقوا ونقلوا الطاقة بتاعتهم في العمل الرياضي. فالعمل المدني اللي احنا بنقوم بيه هو ركن ركين من الدين بتاعنا. زي ما اخونا اصلا في سيدنا الحسين، وزي ما السيدة خديجة أصلته في قولها للرسول صلى الله عليه وسلم. That's the brother said about الحسين ابن علي زين العابدين. هو البعض التطوعي لبعض الناس تقدم تطوع من مصدر ديني، ممكن مصدر أخلاقي، مصدر إنساني، مصدر عشائري، مصدر رياضي، كله مقبول. الأبعاد كلها مقبولة. المهم أن الفقير يحصل على الحاجة. Because the reason for doing voluntary work could be religious, could be theological, could be social, could be anything. Allah will give you the reward in dunya and in akhirah. It's up to Him to let me to go to heaven and let you to go to heaven. For us, when you go to heaven, you invite me. Inshallah. Inshallah.
ان اهميه يعني اهميه المجتمع المدني واهميه دورنا في بناء المجتمع بتاعنا. واضح الامر ده؟ في حاجه ثانيه عايز اسالوها؟ انا عايز اسمع منكم مش عايز اتكلم بس. انا ياما اتكلمت ضحكت على الناس وبنيت على الناس مش كده برضه؟ قلت عبد الحليم حافظ وام كلثوم وكذا مش سهل ولا كذا مش صحي ولا كذا. توضيح السؤال بيساعد على المشاركة. طب هنا الاخ ده وبعدين الاخ ده. العفو حضرتك بتتكلم عن بناء مجتمع مدني. عندنا الحاله العراقيه مساله تسجيل مؤسسه اجراءات تاخذ وقت. فاستجابه يعني للتحديات اللي صارت مثل ما حضرتك تعرف كل تحدي يولد المجتمع يولد له استجابه. كويس. فالتحدي اللي صار بالسنوات اللي فاتت صارت الاستجابة للشباب العراقي وتشكيل فرق تطوعية. أيوة. بالأخير. فلو قارنا الحالة العراقية بال 2007 كان كنا نحاول إنه يعني مجموعة شباب أسسوا في فريق اسمه يلا نتطوع ساعة. كانوا يدعون الشباب للتطوع ساعة من وقتهم يوم الجمعة والسبت. فكان الاستجابة كلش بسيطة يعني 7 شباب 10 شباب في حالات رمضان يصل 20-30 شاب. لكن الاستجابة اللي الآن إذا قارنها بعد 10 سنوات اللي نحكي الآن 2007 فرق تطوعية تشكلت خلال 3-4 شهور وصلت إلى مئات الشباب المتطوعين. فهذه حالة الاستجابة الاستجابة للتحدي اللي صار الاستجابة الإيجابية للشباب. فإحنا لما نريد نحكي إذا نحكي مجتمع مدني فالمجتمع المدني هو مبادرة شبابية. أيوة. وفريق تطوعي وهو الدائرة. الله يسلم سنك يسلم. وصلنا كمان. فلما نجي إذا ندعم المجتمع المدني فلازم ما ننسى الدوائر الثلاثة، الدائرة الصغيرة اللي هو الفرد المبادر، الدائرة الأكبر اللي هي الفريق التطوعي، والدائرة الأوسع اللي هي المنظمة المجتمعية. جزاكم الله خير. يعني أخونا بيقول يعني when we started the front activity few years ago very few youngsters responded. Now when they make a call hundreds of youngsters because they believe now that they have a role and start from initiative for the youth, small organization and they can go this. That's what you said. جزاك الله خير. So I agree with you, inshallah. جزاك الله خير. And try to consume the energy of the youth. يعني لابد علينا أن نستفيد من طاقات الشباب وإلا will be used by other people. You see? لا تجعل الشاب يحمر. Don't let the young man or young woman to be or, depressed or demotivated. أبدا. Don't let it. Your role is to keep them motivated all the time. وظيفتك أن تجعلهم يتفائلوا. تعرف يتفائلوا إزاي أنت ما عندكش إمكانيات؟ شوفوك أنت تشتغل في الشام. You know how to do it when you don't have resources. They see you the first one to come to the street and clean up the road. Then they follow you. They follow you. حط بذرة الأمل والتفاؤل دائما في قلب الشباب. Put the seed of hope and optimism always in the heart of especially youth. لأن ما قتلنا في العراق because the killing of our body in Iraq is attracting these youth to do non-humanitarian activity and destroy the country. ده ما قتلنا في العراق. لابد نحارب هذا. ها بالعمل التطوعي. We have to file this with volunteerism. تفضل. أنا أسأل على دور منظمات المجتمع المدني مع يعني العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني مع الحكومة. حقيقة برز عندنا ظاهرة في حادثات المجتمع. دور مؤسسات الإغاثية في إغاثة النازحين أدى إلى دور اتكالي من الحكومة. برز عندنا تقصير واضح من الحكومة تجاه مواطنيها واتكالية على جهد الإغاثة بمنظمات المجتمع. هو brothers talk about what is the role of civil society organization in the country and particularly during emergencies they're doing a lot of work. Let the government to relax and let them to carry on with the activity done by the organization. كما قلت من قبل الدور مكمل is complementary between the government the private sector, the civil society organizations, and in my case, academia and research. Okay? Because we don't believe in a lot of about academia and research. Your role
is to keep informing the state government all the time. أنا أديك مثلا يعني وظيفتك أنت بالضبط كل ما تعمل شيء يكون في توافق مع الحكومة. في بعض الناس في الحكومة عايزين يشتغل، في بعض الناس عايزين يشتغل. Some of the government civil government civil servants would like to work and some of them are lazy. Encourage them to know and come and visit. Why I say this؟ لماذا أنا بقول كذا؟ أما رحنا احنا في الشيشان في 1999 قبل الحرب الأخيرة. When we went to Chechnya, we had an office there in Grozny and in Kabardin-Balkaria, in Nashik, 1999. Before that, we were putting hand in hand at either killer. Whenever we do anything, when we حمل أي شيء في أي قرية أو أي مستشفى, بنجيب مسؤول الحكومة معنا. Whenever we do anything in Chechnya because of the conflict, we used to invite the minister or the senior civil servant in the government to be with us to see, to show them that we are doing this work in transparency. Even if حتى لو كانت الحكومة ضعيفة اخترنا. Even if the government was weak in this area, just keep telling them. حتى لو كانت الحكومة ضعيفة درهم. يعني ask your donors if you have a workshop to get 5 or 6 or 10 people from the government, civil, civil as a worker to be with you to be there. يعني انت بتعمل تدريب نفسه اقول للوزاره الشؤون الاجتماعيه ما اعرفش عندكم الوزاره اسمها ايه؟ العمل والشؤون الاجتماعيه. احنا عندنا ورشه في محاسبه عندكم موظفين يجوا ضيوف عندنا مدة 3 أيام مهمين. Because they need resources and they have maybe more resources than the invite the government workers to be trained by your organization. That's why actually to try to decrease this gap. تخلي تقلل المسافة بينك وبين موظف الحكومة. موظف الحكومة يريد الدعم. The workers in the government, they need help. يعني هديك مثلا, I give you an example, 1996. كنا بنعمل أضاحي. حي الثورة, حي الثورة في بغداد. حي الثورة. حي الثورة. الشعر والثورة. أيوة الشعر والثورة. كنا في مسجد هنا. Ordinary the slaughter of the animal in one of the big mosques. We insisted to do what? First of all, we found that موظفين الحكومة حالتهم أسوأ من الشعب. The worker in the government was as bad as the people, so they have to support. This is number one. Number two, we told them we don't differentiate between any sect or any ideological background in the country. That's why we went through Najaf, Kufa, Karbala, geography, which is first, Najaf or Kufa? Kufa. Kufa and Najaf, Karbala, and then Basra, as well as others. Then went to Sabia, then went Christian, then went to even the prison. He said the people in the prison was then went to hospitals. Okay, it's how we looked with the ministry at that time, 1996 and 1997. ده اللي عملناه في 1996 لما دخلنا على قلنا محمد لا ليس لنا اي دخل ب يعني الوضع الداخلي السياسي بتاعه. وعم نطلع to do with the differences our role is humanitarian. Our role is humanitarian. From here to there. وقضينا الليلة كربلاء. بيتنا في كربلاء يوميا وتاني يوم كملنا على ايه؟ على البصر. حقيقة يعني انا اميل لرأي القائد بانه دور منظمات المجتمع المدني هو توعية المجتمع الحقوقي وتشكيل قوة تضغط على الحكومة بأداء واجباتها.
You say that, I like it. You say that the role of civil society organization is advocacy, awareness, and putting pressure on the government. That's good. وفي ذلك التخصص وهذا specialist. You talk about advocacy organizations, you talk about human rights organizations, you talk about legal organizations, okay? You talk about all these. Humanitarian organization does the advocacy by putting the facts on the table. يعني في مؤسسات حقوق إنسان، مؤسسات ضرب، دي كلها مؤسسات متخصصة. لكن المؤسسات الإنسانية بتعمل عمل إنساني، ربنا، والضغط للجماعة الحكومة فقط أنها تحط الفاكتس اللي الأرقام ولا يا حكومة تفضلي دون أن تعمل بوكسنج معاهم زي بتاع الجماعة بتاع هيومن رايتس وحاجات دي كلها. كده أغلب الحكومات تخشى الهيومن رايتس أورجنايزيشن. تفضلي. أريد أجاوب سؤالاً. الحكومة موجودة؟ منظمات المجتمع المدني برزوا أكثر من دور الحكومة، لكن منظمات المجتمع المدني لا تستطيع أن تحمل نفسها إلا بموافقات من الحكومة، من أقوى لجنة منظمات الحكومات المحلية، ثم رخصة، وكذلك رئيس الوزراء إذا ما كان عنده إجازة رسمية لا يستطيع أن يعمل. بالنسبة للمنظمات الدولية التي دخلت على العراق في هذه الظروف لا تستطيع أن تدخل مناطق ساخنة إلا بوجود موافقات أمنية ووجود جيش. إذن شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حتى ينجح العمل الإنساني. الحكومة اليوم بس تذكر Simpson and us cannot work without the permission of the government. Because they have the legal entity to give it. But have the role to be complementary. يعني زي ما تكلمت كده. If we have a pressure group, it should be registered with the government. If we have a human rights organization, it should be registered with the government. So they know that المشكلة هتيجي من الجماعة دول. فهيبتدوا يتعاملوا معاهم بطريقة مختلفة. المنظمات المجتمع المدني بتأدي دورها الإنساني. أما الحكومة في هذا الظرف ارتهت بتحرير الأراضي لأموال العرضة كلها خصصتها للجيش والقدار. واجب المجتمع المدني أن يؤدي دوره ويكمل دور الحكومة حتى نحافظ على أرضنا وعلى شعبنا. يا أضافت she added a very important point saying during this conflict and war in terror and the war which is happening in different parts of Iraq most of the resources of the government is getting to this direction to fight this war. And she is saying it's your role, the role of civil society organization is to do and support the civil society in the country. So maybe during this time, because of this conflict, continuous conflict, how many million, 2 million now, 1 million displaced inside Iraq? 2 million. يعني, with the fragile government, يعني they need help. يعني مع الحكومة الضعيفة محتاجين. خلاص. قدامنا 3 دقايق يا شباب عشان ناخد بريك وتستمركوا حاجة وتتكلموا هم good for 3 to 4 minutes before we have the break. Anybody else? Sisters, I will ask you again. بس أقول بالنسبة للدكتور ما أقول أبداً أن الحكومة المركزية العراقية تصرف مبالغ قائلة على الجيش والتحرير وعفى وضع النازحين في هذا الوضع. لو تروحين تشوفين وضع النازحين الموجود أطراف محافظة موسق خصوصاً يعني ماكو إنسان يتحمل هاي العيش هناك ولا واحد بالبرلمان ما هو أطراف السياسة بشكل عام بس كضمير إنسان ما أقدر أسكت عليه إنه الحكومة تصرف فلوسها على يعني التحرير وعافية الإنسان. أنا حجاب عليه بس كده. يعني هي she saying يعني the situation of the displaced people which nearly 2 million people now is huge. That's why she said that okay, you have to keep pressurizing the government
to cut some money from the military support into the social support. She's not fighting. She respects you. 30 seconds, because we need to break. Otherwise, there's no tea. There's no coffee. There's no coffee. The government is not لكن الأعداد الهائلة من النازحين هذه رقص في الخطة اللي وضعوها قبل التخريج. المفروض أن يرصدون أموال لهؤلاء النازحين عن الياش في هذا الكلام قبل ما يبدأون بالتخريج. لكن وزارة الهجرة والمهجرين عندها أموال وده تشتغل، لكن أموالها ما تكفي للأعداد الهائلة من النازحين من What you say is actually yes, you are right, but there's not much enough money in the government. Because with this situation, we have to get the United Nations, and this is one of the things which we have been discussing with somebody to bring some to have a small meeting next month for Ramadan for donor organization in Mosul. إن شاء الله ما make a dua that Allah will be successful. Like what we did in Mogadishu two days ago, we need to repeat it here before Ramadan, إن شاء الله. وقولوا أمين. بعد عندكم مفتاح من مفاتيح الحكومة هنا في أربيل يقول لنا عليه عشان هنا نتصل بيهم ونبتدي نرتب مع منظمة التعاون الإسلامي ونجيب بعض الجمعيات الكبيرة. بدل ما تروحوا لهم بلدهم هم يقولوا لكم. If you have got some contacts in the government, because I know people in the United Nations. I was sitting with some of them yesterday, they're happy. But we need key individuals in the government to try to put the idea to have this meeting inshallah before Ramadan inshallah. أنا بحبك وقول بحبك. ممكن تقول أنت كمان. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نفرنقع للشاي والقهوة. نفرنقع يعني بالدول العربية. لا هو بس يتكلم عادي. نفرنقع. سلام. Thank you.